يوم الثلاثاء مشاهدين تكلمنا عن أهمية حمض الهيلورونيك في روتين بشرتنا، وطلبنا من المتابعين يرسلوا أسئلتهم لتجاوب عليها الدكتورة رزان قادري. يسعد صباحك يا دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي. عمتو بخير وانت بخير وبصحة وسلامة. وأعتقد يمكن كلنا هدفنا في المستقبل بس نكبر شويتين، مع أنه أنت لسه شابة بس بشرتك ما شاء الله دكتورة رائعة. وأحب أقول لكم دكتورة يعني فين شكلها، مو حاطة ميك اب حتى ما شاء الله عليكي. فحلو إنه إحنا اليوم نتكلم عن الاعتناء بالبشرة، لكن قبل ما ندخل في المواضيع خلينا أول شيء نعرف حمض الهيلورونيك إيش هو بالضبط؟ هي جليكوسيمين، كان بروتين بسطح الجلد ونحن منحفزها ذاتياً، وهي بتعطي النضارة والطراوة للبشرة. بس بعد سن 30 ما منعود نصنعها ذاتياً، لذلك لازم نعوضها. ونعوضها بهذا السيرم اللي موجود، صحيح؟ إيه. مسبقاً كنا نستخدم حقن الفيلرز والسكين بوسترز بس إلى مضاعفات، ولذلك لقوا طريقة مبتكرة شركة لوريال وغيرهم يسووها بطريق سيرم لتعطي طراوة وتعطي نضارة وبنفس الوقت ما لها أي مضاعفات. والله جميل. أنا صراحة يا جماعة يعني أي موضوع يخص البشرة أحبه كثير. كنت بقول للدكتورة أنه أنا بدأت أعتني ببشرتي من عمر 15 سنة، وهذا اللي خلاني أتفادى كثير من تكشير البشرة وهذه التعقيدات اللي البنات يعني أو النساء لازم يسووها بعد 30. لكن إحنا جاتنا أسئلة كثير أوكي من المتابعين، فحابين نسألك إياها دكتورة. فضل. أول شيء بشرتي دهنية، ممكن أستخدم حمض الهيلورونيك؟ طبعا هي مناسبة جدا للبشرة الحساسة وبالأخص للبشرة الدهنية لأنه ما بيزيد البثور والإفرازات الدهنية بالبشرة. ممتاز. في سؤال ثاني يقول هل الأفضل نشتريها من الصيدلية أو السوبر ماركت؟ نفس المنتج تلاقوها بالسوبر ماركت والصيدلية. كيف يمكن استخدام حمض الهيلورونيك في روتيني اليومي؟ نفضل في الصباح في الليل قبل ما نام كذا يعني؟ أكشلي أنا حاطة منه، أنا بستخدمه صباحا ومساء وأحيانا أثناء فترة النهار بالعمل أو حتى في المطبخ عند الوهج إذا في حرارة عالية ممكن هذا يوسع المسام ويساوي البشرة باهتة، وخاصة للنساء والرجال رح يطبخوا برمضان. الأفضل تتركوها معكم حتى في المطبخ. وبس إذا أبغى أتكلم عن الروتين اليومي يعني مثلا أصحى الصباح أنظف بشرتي بالسكروب ولا يعني حسب إيش بستخدم، هل أحطه قبل الكريم ولا بعد الكريم اللي هو المرطب؟ أول شيء بتحطي السيروم وأنا مسميتها السيروم الذكي لأنه ممكن تستغني حتى عن المرطبات لأنه أوكي. فيها الوزن المرتفع ممكن يرطب سطح الجلد أوكي. فممكن نستغني عن المرطبات. ممتاز. طيب العمر المناسب لاستخدام حمض الهيلورونيك على البشرة؟ ممكن حتى بسن المراهقة نبلش فيه، مثل ما قلتي الوقاية أحسن من ألف علاج. مليون في المية. فممكن نبلش بالخمستعش وما فوق، لكن الأفضل علميا بعد السن 33 لأنه نحن ما بنصنع ذاتيا anymore. فبالتالي لازم نعوضها لأنه كل سنة عن سنة بينقص 1-2%. فين يستخدم هذا السيرم؟ يعني ممكن مثلا تحت العين هل يستخدم في الرقبة ولا بس طبعاً في الوجه؟ فين نركز على إيش هذا المناطق؟ ممكن نستخدمه على الوش والعنق والرقبة طبعا وهذا للإيدين. والآي سيروم موجود، الآي سيروم ممكن نستخدمه كمان حوالين العين. ونسبة الحمض الهيلوروني فيها 1.5% فمناسب جدا لكل أنواع البشرة. جانا سؤال كمان ثاني حلو الدكتورة صراحة، كيف يعمل حمض الهيلورونيك على البشرة؟ يعني طريقة مبتكرة أنا بسميتها السيرم الذكية لأنه فيها جزيئات من الوزن العالي ومن الوزن المنخفض. فوتمنحط تصوري أنه هذا طبقة البشرة وتمنحط الجزيئات الوزن العالي بتضل على سطح الماء كأنك بسطح البشرة، فبتعطي لمعان حلو نضارة. أوكي. بدال حقن أو أبر النضارة ممكن نستخدم سيرم النضارة. وبالنسبة للجزيئات الوزن المنخفض بينزل لآخر الوعاء أو لأسفل الوعاء، وهذا بالتالي بتعبي المسام والخطوط الرفيعة. فهي السيرم الذكية بدل ما تحطي عدة مراهم فوق بعضها، سيرم واحد بتعطيكي كل هالمفعول. في معلومة قلتي لي هي حلوة عنها كمان استخدامه لو رحت تعرضت للشمس طبعا، فكيف هذا ممكن يساعد أني مثلا أخذ تان حلو بس من غير ما أتحرك؟ تحطي هاد قبل الواقي أوكي. وخليها معاكي بالبيتش باك تبعك وممكن تحطوها كل ساعتين أو 3 ساعات. والله ممتاز. طب كيف يستخدم حمض الهيلورونيك؟ موضعياً هلأ نحن مسبقاً لـ15 سنة كنا عم نحقنها تحت سطح الجلد لتعطي تعبئة أو نضارة، بس
للأسف فيها مضاعفات كتير مؤخراً، عم تساوي ترهل وشيخوخة مبكرة فينا نقول. لذلك لقينا العكس، الناس تحط الإبر عشان تبعد عن الشيخوخة. بالضبط، لكن في مواد حافظة فيها اسمها BDDE ممكن تساوي البروموشن للإيجينج. فبالتالي لقوا شركة لوريال أنه يلاقوا طريقة أنه يشيلوا منها BDDE وبس يحافظوا على المادة المفيدة للبشرة، بحيث نعطي رونق للبشرة من دون مضاعفات. أنا شايفة دكتورة أنه مو بس في سيرم، في حتى الماسك وفي الكريم وفي الغسول. طبعاً هي سكين كير لاين. ممكن تعطينا بس نبذة عن كل برودكت. فهذا للأيام إذا عندك مناسبة كبيرة وما عندك وقت، وخاصة الأيام اللي نحن عايشين فيها، ممكن نستخدم هذا مرة في الأسبوع. هذا ممتاز للسفر أعتقد كمان. رائع للسفر بالطيارة لأنه الجو جاف، فمثل ما قلت لكم ممكن نستغني كلياً عن المرطبات. فسيرم إن وان، وهذا للإيدين. اوكي. وللعنقر الرقبي وحتى على لكل الجسم، لانه بينقصنا حمض هيلوروني بكل البشره. وعلى فكره ممتاز ومهم جدا انه المراه تهتم برقبتها. صح. لانه اوقات الست وجهها تهتم تعمل بوتوكس ومشدود وكل شيء، لكن الرقبه يبين انها هي كبيره. ايه في السن. صح. وحتى الايدين انتبهوا بالايدين. بالايدين بالضبط. وفي هذا اللي هو مزيل للميك اب، ويمكن سالت الدكتوره مزيل الميك اب اذا في له هذا الحمض ما ياذي العين، خاصه لو شلت الماسكارا؟ بالعكس، هي مناسبة جدا للبشرة الحساسة والبشرة الرقيقة مثل الجفون. اوكي، وهذا اخر شيء اللي هو غسول الوجه، قد ايش استخدمه في اليوم؟ ممكن صبح ومساء. اوكي، فمرتين في اليوم يكون ممتاز. شكرا لك دكتورة، يعطيك الف عافية، واتمنى الجميع يكون استفاد، واهم شيء تهتموا ببشرتكم عشان لا تضطروا بعدين ايش تدخلوا في مشاكل البشرة اللي ما تنتهي فعلا. شكرا لك دكتورة. شكرا.